هنستأذن حضراتكم بعد إذن حضراتكم ده عزم خلاص اعملوا اللي انتوا عايزينه وكتر خيركم طبعا وسعيكم المشكور بس بعد إذن حضراتكم مش عايزين ايه باخد الناس ظروف النفسية تعالى كده ضاعت على السوق حطها قدام وش ده عايز من عم وقت بقى بص خربت بيتنا ليه مين؟
بعد اذنكم انتوا عمالين تقدموا بعد اذنكم.